السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقة التسجيل قبل التعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية. عندما ندخل إلى هذا الموقع توظيف.min.gov.ma نقوم بالضغط على طلب جديد. نعم، كتطلع لنا هذه الصفحة. كندخل المعلومات ديالنا، الاسم العربية، النسب العربية، الاسم الفرنسية. نعم، كما كتلاحظوا تاريخ الازدياد، مكان الازدياد، رقم البطاقة الوطنية، صالحة إلى غاية. هذه المعلومات هذه كنلقاهم في أسفل البطاقة الوطنية. النوع، يعني واش أنثى ولا ذكر. الحالة العائلية، متزوج أو لا، مطلق. الإقليم أو العمالة. البريد الإلكتروني ديالي، كنقوم أيضا بإدخال رقم الهاتف، رمز التحقق، هذا الرمز، هذا كنكتب الجواب هنايا ديالو شحال. نعم، نجيو هنا الشواهد ديالنا. بالنسبة للشواهد، شهادة البكالوريا، كنحدد المسلك ديالي، تاريخ الحصول عليها والميزة أيضا. بالنسبة للمعلومات حول الشهادة، نوع الإجازة، واش في المسالك الجامعية للتربية أو في المسالك الجامعية للتربية تخصص مهن تدريس، أو شهادة الإجازة، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية. نظام الإجازة، واش النظام القديم ولا الجديد ولا أو آخر. بالنسبة للنظام الحالي هو النظام الجديد، يعني ديال لي سوميستر ولي موديول. تخصص الشهادة، كندير التخصص ديالي، ثم كندير النقاط المحصل عليها في لي سوميستر، النقاط المحصل عليها. كندير تخصص الشهادة، مثلا ندير فيزياء وكهرباء. من بعد النقاط المحصل عليها كندير شهادة أخرى، كانت عندي شهادة أخرى. تخصص الشهادة ديالي، هنا تخصص، تاريخ الحصول عليها، ثم الجامعة. هل استفدتم من البرنامج الحكومي في شأن مهن التدريس؟ نعم أو لا. هل استفدت من البرنامج الوطني لاستكمال التأهيل 25,000 من حاملي الإجازة؟ يعني استكمال التأهيل، نعم أو لا. بالنسبة للتجربة في مجال التدريس، ونحدد إذا كانت عندي شي تجربة، فهاش التعليم العمومي ولا الخصوصي ولا التربية غير نظامية، محاربة الأمية ولا دروس الدعم. وندير عدد الأشهر ديال الخبرة، يعني شحال خدمت في هاد التجربة ديالي. معلومات حول الطلب، هنا كندير السلك المطلوب، واش ابتدائي او ثانوي. كندير التخصص المطلوب، اين التخصص اللي مطلوب، مثلا ندير التعليم الابتدائي، واش مزدوج ولا امازيغية. مثلا تأهيلي، تأهيلي كيعطيني حتى هو واش المواد اللي بغيت. نعم، من بعد كنجي تخصص اخر للتدريس ترغب فيه، يعني شي تخصص اخر من غير التخصص ديالي. الاكاديميه المطلوبه اللي بغيت نترشح فيها، ثم الاكاديميه المديريه الاقليميه المطلوبه. كنختار، ملي كنختار الاكاديميه كيعطوني هنايا مثلا ديال العيون، كيعطوني هنا الاكاديميه اللي تابعين للعيون. ملي كندير اي اكاديميه كيعطوني المديريات اللي تابعين ليها. ومن بعد كندير حفظ، ملي كندير حفظ كيوصلني واحد الايميل للصفحة، العلبة الرسائل ديالي، فيه المعلومات ديالي باش ندخل الموقع ونتبع، يعني نتبع الإجراءات الأخرى. يعني في حالة مثلا تم صدور المباراة، إذا تم الإعلان عليها، كنوصل هنا الموقع، نقدر نخرج مثلا الشهادة ديال التسجيل ديالي. وشكرا جزيلا لكم، وبالتوفيق إن شاء الله.